بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تلتفت قلوبهم لأحد من الخلق. ولذلك هذا المعنى العظيم الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه وربى عليه صغار أصحابه، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما جاء في السنن وفي المسند بسند صحيح أنه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، كان ابن عباس صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل أحد غيره، لا يلتفت قلبك لأحد من الخلق، فإن الخلق ليس في أيديهم لا نفع ولا ضر، ليس في أيديهم مقدار ذرة من النفع ولا من الضر. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت، ليس إنسان مسؤول أو أمير أو وزير أو رئيس، لا، الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه التربية على التوحيد.